هي جولتنا الصباحية مع الصحافة العربية والعالمية، وفي أخبارنا الأخرى تشهد القاهرة اجتماعات لوفود من كافة قيادات الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتي حماس والجهاد الإسلامي لبحث آليات تطبيق المصالحة الفلسطينية. تتناول المباحثات ملفات عديدة، بينها ملف إعادة تفعيل منظمة التحرير والذي يعتبر أحد نقاط الخلاف. فتح جبريل جوبا الولايات المتحدة بالمساعدة في استئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية. وقال الجوب في حديث بدأت لجنة العقوبات في الأمم المتحدة تحقيقاتها في اليمن تلبية لطلب تقدمت به حكومة صنعاء بشأن سفينة شحن محملة بالأسلحة تم اعتراضها قبالة ساعات قليلة وتضرب الأرض عاصفة شمسية قوية كما تتوقع وكالة ناسا للفضاء. في ولاية نيويورك الأمريكية كلب متعدد المواهب بات نجما تلفزيونيا في عدد من وسائل الإعلام التلفزيونية. نلتقي على الارتفاع. قتل 18 عراقيا على الأقل وجرح العشرات في انفجارين هزا العاصمة العراقية بغداد. وقالت مصادر أمنية وطبية أن الهجوم نجح. باسم رئاسة التونسية عدنان النصر أن الرئاسة لم تتسلم أي شيء بخصوص مقترح رئيس الحكومة حمادي الجبالي بشأن تشكيل حكومة تكنوقراط. وقرر تنفيذه اليوم الجمعة جاء نتيجة إدراك الاتحاد للمسؤولية التاريخية التي تقع على عاتقه. قال رئيس التركي عبد الله جل إن عددا من وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي سيبحثون ما تم الاتفاق عليه خلال الالتقاء الثلاثي الذي جمع مصر وإيران وتركيا بشأن سوريا. فأكد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمر أن القمة الإسلامية أولت اهتماما خاصا من لبنان. أدت اليوم إلى مقتل 14 شخصا وضربهم في دمشق وريفها. لجان التنسيق المحلية من جهتها أكدت استمرار المعارك العنيفة في ريف دمشق. وتوجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انتقادات قوية لرئيس السوري بشار الأسد متهما إياه تقرير لمنظمة أطباء بلا حدود من تردي أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان، وأشار إلى أنهم يفتقرون للحد الأدنى من مقومات الحياة. وأوضح التقرير أن نسبة كبيرة من هؤلاء اللاجئين خصوصا الأطفال لهم نقصا حادا في الغذاء والدواء والرعاية الطبية. تتناول المباحثات ملفات عديدة من بينها ملف إعادة تفعيل منظمة التحرير والذي يعتبر أحد نقاط الخلاف. إذن نلتقي على رأس الساعة ونترككم مع هذه الصور لكلب يركب السكوتر في الولايات المتحدة. أمام أعضاء المجلس دفع برينان عن دوري CIA في المرحلة المقبلة معددا التحديات المستقبلية ومنها إيران وكوريا الشمالية والقاعدة. دفعت فضيحة لحوم الخيول في بريطانيا دفعت بوكالة معايير الغذاء في المملكة إلى مطالبة متاجر التجزئة بإجراء فحوصات أكثر صرامة على نوعية. دفعت رئيسة الأرجنتين كريستينا فرنانديز عن الاتفاق الذي توصلت إليه بلادها مع إيران بشأن التحقيق في الهجوم الذي استهدف مركزا يهوديا في بوينس آيرس عام 94.